감사합니다. 다음으로는 저희 전시회를 위해 먼 곳에서 와주셔 자리해주신 호사메테 멜라르미 주한 리비아 대비 대사님 축사가 이어지겠습니다. 여러분 박수로 환영 부탁드립니다. 토론은 부산일보 주진일지원 원학파로 교수님께서 수고해 주시겠습니다. 안녕하십니까? 오늘은 أتقدم أنا باسم حسام الدين مصطفى النايلي القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في كوريا وباسم موظفي السفارة الليبية الليبيين والكوريين وباسم الشعب الليبي وحكومته بأحر التهاني الخالصة للشعب الكوري وحكومته على مرور 575 سنة من يوم إعلان أنغول المصمم من قبل الأشخاص المشهورين على مستوى العالم والذي يعتبر مصدر الهانغول لأبجدية كورية المستوحي وفخر للكوريين وتراث ثقافي كمين لهم. 저는 호삼 이진 나일이 주한 리비아 대사 대리입니다. 세계적으로 잘 알려진 한국인의 자랑이자 소중한 유산인 한글 창제 575주년 기념을 주한 리비아 대사관 및 리비아 대사관 직원들과 리비아 국민과 정부의 이름으로 한국 국민과 한국 정부에 진심으로 축하드립니다. 그러나 توجه بالشكر الخاص إلى القائمين على نجاح هذه المؤسسة العريقة بمعهد دراسات البحر المتوسط بجامعة بوسان للدراسات الأجنبية وخاصة رئيس المعهد الأستاذ دكتور يون يونغ سو. 또한 명문대학교인 부산외국어대학교의 지종해 지역원에서 개최하는 제1회 한국 아랍 베르시아 칼리그래피 전시회 성공을 기원하며 저에게 개막식에서 축사를 할 수 있는 기회를 주신 윤용수 지중해 지역원 원장님과 그의 다른 분. وبهذه المناسبة نحن كسفارة ليبية معتمدة لدى جمهورية كوريا الجنوبية يسعدنا وبكل احترام وتقدير المشاركة في افتتاح أول معرض فن الخط العربي الفارسي في كوريا يقام بهذه المناسبة التاريخية وهي مرور 575 سنة من إعلان هانغول. 그의 모든 분들께 진심으로 감사드린 말씀입니다. وتحت إطار التمهيد لزيادة فتح آفاق واسعة للتعاون الثنائي بين البلدين الذي انحصرت سابقا فقط في علاقات اقتصادية تركزت في مجال التجارة والبنية التحتية والإنشاءات والكهرباء بالرغم أن هناك قطاعات أخرى حيوية ومهمة يمكن التعاون من خلالها لتعزيز العلاقات بين البلدين. 그리고 이전에는 무역, 인프라, 건설 및 전기 분야에 초점을 맞춘 경제 관계에만 국한되었던 영국 간 협력이 더 넓을 지병을 열고 다른 다양한 분야를 통해 영국 간의 관계를 강화하고 발전시키기 위한 협력이 이루어질 수 있을 것이라고 생각합니다. ومن خلال هذه القطاعات المهمة نحن كسفارة ليبية معتمدة لدى كوريا الجنوبية نرغب بالدعم المتبادل على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وكوريا خلال الفترة القادمة والدفع بها إلى آفاق أعمق وأوسع للتعاون الثنائي في المجال الثقافي والإعلامي من خلال تنشيط وتبادل الخبرات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والإعلامية في كافة مجالاتها. 이러한 다양한 분야를 통해 우리 대사관은 앞으로 한국과 리비아의 양국 관계를 강화하고 대학과 교육기관 간의 경험을 교류하고
활성화 시점으로서 문화 및 미디어 분야에서 양국 간의 협력을 더욱 깊고 넓게 할 수 있도록 노력하겠습니다. 우리 아주 تحقيق هذا الهدف السامي نحن ندعم ونباشر بين تنشيط التبادلات بين وزارة الخارجية في مجالات تنمية الموارد البشرية عبر الأكاديميات والمعاهد الأكاديمية وتعزيز التعاون في المجال التعليمي والأكاديمي بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين الجامعات وتبادل الزيارات والخبرات وإجراء دراسات والأبحاث المشتركة بهذا الشأن وأرسال الوفود الشبابية من البلدين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخصوص للاستفادة من التجربة الكورية والتي تعتبر الفرصة لتوسيع نطاق التفاهم المتبادل بين الثقافتين. 그리고 이 성공한 목표를 달성하기 위해서는 인적 자원 개발 분야에서 산학 기관을 통한 양국 외교부 교류를 활성화시키고 교류 분야에서 협력을 집중할 필요가 있습니다. 따라서 대학 방문 및 경험 교류와 공동 연구로 대학 간의 협력을 강화해야 됩니다. 특히 양국 정성연 대표단을 파견하여 한국과 리비아에서의 경험을 활용함으로써 양국 간의 교류 범위를 확대할 수 있는 기회가 될 것이라고 생각합니다. يسعدنا أننا شاركنا في افتتاح هذا المعرض معرض الخط العربي الفارسي بمناسبة احتفال بالذكرى 575 يوم إعلان هانغول ونتمنى لهذا المعرض كل النجاح ونجدد مباركاتنا لكم وشكرا جزيلا. Thank you. 감사합니다. 네, 마지막으로 좀 한글 창제 575주년 기념일을 맞아 한글 아랍벨 시아 칼리그라피 전시회 개막식에 참석하게 된 것을 영광이라고 다시 한번 말씀드립니다. 이 전시회가 성공적으로 잘 진행되기를 기원합니다. 그리고 다시 한번 축하드리고 감사하다고 합니다.